احنا ارتضينا الا نتحدث عن هذه القضيه في الاعلام تماما. احنا واثقين في الهيئه الموقره واثقين في مستنداتنا وفي عداله موقفنا. اثير مؤخرا من احد الصحفيين التقى بالرئيس السيسي وتحدث معه وقال لنا تفصيلات خطيره عن الاتفاقيه. تفصيلات ان احنا السعوديين اصروا نخلص الاتفاقيه قبل ما سلمان ينزل من الطياره. دي تفصيله مخيفه لانه ده معناه انه في اتفاقيه خلصت. يبقى احنا دلوقتي مش بس بنخالف، يعني لما اجي اقول للمحكمه مش مختص اصل في برلمان ومش عارف ايه، برلمان مين يا عم؟ ده انت بتقول لي انه سلمان صمم نخلص قبل ما ينزل من الطياره، ثم انه مين اللي هيتولى المهام الامنيه على الجزيره؟ مكرم محمد احمد، احنا ما عندناش مصدر رسمي نعرف منه معلومه. مكرم محمد احمد قال القوات الاسرائيليه سوف تتولى المهام الامنيه على الجزيره. يا نهار ازرق، الموضوع ملوش علاقه بالسعوديه. موضوع له علاقه بخلق موطئ قدم للقوات الاسرائيليه للسيطره على مضيق تيران وبالتالي الملاحه في خليج العقبه. اعتقد لو جبنا عيل صغير في ثالثه اعدادي وقلنا له يا حبيبي ده خطر على الامن القومي هيقول اه. الموضوع مش محتاج كل الجدل اللي احنا عاملينه ده. شكرا سياده الرئيس.